للمزيد حول قطع جزء من رواتب المتقاعدين والموظفين وأثره على حياتهم وحياة المواطن العراقي، انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب والمتقاعد الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، بداية مرحبا بكم. مستشار الكاظمي، أعلن قرار الحكومة استقطاع من 10 إلى 15% من رواتب الموظفين بدءا من الشهر الجاري، ولن يستثني بالنتيجة المتقاعدين. ما أثر هذه الاستقطاعات على المتقاعدين والموظفين؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة العراق دي ان. مساء النور أستاذ العزيز، بس أعطيك جزئية. 7 تريليونات إيرادات المنافذ الحدودية، ما يدخل ميزانية الدولة 1 تريليون، 6 تريليونات تروح لجيوب ما يسمى بإيران. جماعة إيران في العراق، أنا أعتبرهم ممثلي إيران في العراق في الحكومة العراقية. هذه وحدة. إحنا عشنا، أنا كطبيب 40 سنة خدمتي، من كان الحصار كنت أخذ دولار بشهر، بس أنا شبت ما دام كل شعبي يتحمل فأنا كنت أتحمل. أنا أتمنى على ما يسمى دولة بالسلطة أن يسوون كل الرواتب صحيح كلهم. هم هسه استثنوا الرئاسات الثلاث، أعضاء مجلس النواب. أنا اليوم وحدة عضوة مجلس حكم من جانب هذه كوبيان ما شو اسمها تقول لي أنا إلى الآن تأخذ تقاعد هي وزوج ورجلها وابنتين يعتبرون حماية. هاي شنو؟ وأنا طبيب خدمتي 40 سنة، البارحة يقصون من عندي 400,000. ما مشكلة قصوا من الجميع، والله أنا أول واحد. بس أنا بتقديري أنا كمراقب للأحداث ستنفجر الصدور بما ألغمت. شوف الشعب العراقي من الاحتلال لي هسه، هذا كله تراكم كمي، هذا التراكم الكمي راح يؤدي إلى قفزة نوعية. يعني شوف أنت في يوم ما الأيام القادمة حبلة بالأحداث. الناس شوف ثورة الجياع، هذه ثورة الجياع، هم قبل يقولون غلطة المعلم بألف. نعم دول مو معلمين، بس غلطتهم راح تصير بألف. هل تعتقد بأن عمليات السرقات والاختلاسات التي حصلت منذ 17 سنة وإلى الآن، بحسب حتى تقارير دولية تتحدث عن الفساد، أن العراق يعني في مراتب خطيرة من حيث الفساد أو الفساد في هذه الدول، هل تعتقد بأن هذا الأمر هو متعمد؟ يعني أن الأمر سيان لا يهم إذا كان العراق قد خسر هذه الأموال كلها، وأن أسعار النفط قد انخفضت إلى درجة كبيرة بعد أن قاموا باللجوء إلى الاستقطاع من المتقاعدين والموظفين، لا يهمهم ذلك. البعض يرى أن عمليات الفساد التي حصلت هي الضربة القاضية للعراق. طبعا سيد العزيز هذا حكيك صحيح. ناس ما يحبون وطنهم، اللي اجى مع المحتل وتعامل مع المحتل هذا يكره العراق وشعب العراق. دائما ما تبرر الحكومة خفض رواتب الموظفين بانخفاض أسعار النفط. يعني حضرتكم طبيب ومتخصص بالطب، ولكن الكثير من المتخصصين في الاقتصاد والاقتصاديون يقولون بأن اعتماد الحكومة على يعني على النفط وأن هذا الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط أدى بالعراق إلى هذا المؤدى هو بتعمد. كيف تنظر إلى هذا الإصرار على الاعتماد على النفط فقط؟ يعني هل من مبرر يمكن أن تسوقه أو يسوقه السياسيون أو شركاء العملية السياسية في قرار استقطاع رواتب المتقاعدين في حل ترقيعي لانخفاض أسعار النفط؟ سيدي العزيز هاي كلها مبررات واهية، مبررات واهية. ما يؤخذ هسه من الرواتب بالدنيا هم يا أخي عضو مجلس النواب ياخذ 18 مليون الراتب مالته والحماية مالته والدنيا ما يعادل 18 مليون. 18 مليون خلي يسمعوها الناس، 14,000 دولار. البارحة هو رئيس الوزراء بيقول هذا شو يسموه عادل عبد المهدي السالري مالته يعني الراتب الشهري مالته 12,000 دولار. نعم هاي مال
حبيبي هاي مال شو يسمونها، اقول وياها هاي الخدمات مال الشاي والقهوه ساهمت عليه 15 مليون دينار. نعم بس الخدمات هاي القرطاسيه 12 مليون دينار. نعم يا اخوان هاي شنو يعني؟ شكرا جزيلا لك. هسه الان الان اب تو ناو اب تو ما يدري هسه هسه مو تقشف. نعم حبيبي انا والله مستعد من اجل بلدي وشعبي اتقشف بس. نعم. ليش هذا؟ هذا منو هذا؟ شكرا لك دكتور إبراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، الطبيب المتقاعد العراقي.